هاي من أهم العضلات بالإيدين هن عضلات البايسبس. اليوم رح نشغلهم بهيدي كمان الحبلة اللي بنلقطع على الميلتين. وكمان بدي أذكر أنه كتير مهم واحد يتمرن، مش بس يتمرن تمارين مشي أو سباحة أو ركض، كمان مهم واحد يعمل عضلات، يعني يعمل weight training، لأنه العضلات هن اللي بيحموا العظم تبعنا وهن اللي بيخلونا نعيش حياة صحية. وأهم شيء بس نكبر بالعمر كمان يقدروا يهدونا ويخلونا بعاد عن كل الأمراض، ويخلونا كمان بعاد عن كل شيء اسمه ترقق عظم، وكمان تيضل جسمنا حملنا كل حياتنا. خلينا نعمل تمرين سوا تنقوي كل العضلات. بدنا ندعس على الحبلة، بنفتح الإجرين متوازين لبعض على عرض الكتفين، بنبلش نجلس الظهر مزبوط، بنتعج الركب شوي كرمال تنحمي الأسفل الظهر، وبنشد البطن لجوا قد ما فينا، بنبلش نتعج قد ما بنقدر الكواع 90 درجة، وبناخذ الحبلة بنشدها صوبنا قد ما بنقدر وبنرجع على 90 درجة. مثل ما ملاحظين الكتفين لورا ولا تحت أبدا من شدتهم ولا مشنجتهم، وكمان الرقبة منا مشنجة، عمود الفقري بعده جالس، وما ننسى كتير البطن مشدود. هيدي الحبلة ما حدا يستخف فيها، هيدي الحبلة كتير قوية، كمان فيها تغنينا عن كل الأوزان الباقية اللي عادة بنستعملها بالنادي الرياضي أو حيالا محل غير أو ببيتنا كمان. كتير عم بيشدوا البايسبس عندي، بلشت حس فيهم، وهيك أنا بكون خلصت العشرين مرة تبعي. أنتوا عليكم كفوا لوحدكم 20 مرة على 3 مراحل. إذا عندكم حيالة سؤال اكتبولي بخانة التعليقات وأنا أكيد برد عليكم. تابعوني بالفيديوهات الجاية.